طيب إذا هلا آخر إشي بدنا نعمل بدنا نعمل A و B. عندي A بيساوي نطلع هلا هون X1 إيش بيساوي بدلالة X1؟ X1 دوت عفوا بيساوي ماينس A1 وبعدين واحد في X2 والبقية X2 إيش بيساوي بدلالة X1؟ ماينس A2 وبعدين واحد في X3 ماينس A3 ماينس A4 ماينس AN هلا لو انه ما سميناش هاي X1 لو سمينا هاي XN بصير بس هدول بروحوا هدول من هون لهون وبيقلبوا ما فيش مشكله هو هذا التنين اوبزرفبل متذكرين الكنترولبل ايش كان عندي بالكنترولبل كان هذا هون كله في ارقام مظبوط وكان عندي هدول وحدات بالاوبزرفبل عندي يا بكون خط هون او خط هون حسب ما سميت X1 و XN اذا سميت X1 XN بيطلع زي هيك اذا سميت XN X1 بيطلع هدول هون ومقلوبين وبيطلع الوحدات تحت الدايجونال مش فوق الدايجونال طيب بي ايش لازم يكون دايمنشنز تبعت بي n باي 1 مش هيك كان عندي 1 انبوت معاملاتهم هيها هي X1 بدلاله U اللي هي B1 ماينس A1 B0 B2 ماينس A2 B0 لحد Bn ماينس An B0 C هي C عندي هون انا فرضت انه X1 بتساوي Y فعندي C بدها تساوي 1 ايش الدايمنشنز تبعت C شو لازم تكون؟ 1 في N ودي سكيلر بتساوي B اوكي؟ هلا لسه ما كملنا بدنا نشوف الفيزيكال رياليزيشن كيف نبنيه بس احنا طلعنا هيك المعادلات اه هلا المعادلات اسهل شيء نعتمد عليهم بشكل عام خلينا ناخذ المعادله العامه المعادله العامه بتقول لي انه اكس اي اكس اي دوت بتساوي بي اي ماينس اي اي بي نوت في ايش يو في يو ناقص AI في Y hat of T مضبوط زائد XI X2 أظن كانت مش هيك أو XI plus 1 عفوا XI plus 1 of T إذا نشوف شو رح نعمل رح نحط هون integrator هذا رح يكون اسمه XI of T إذا هذا رح يكون XI of T dot هو عبارة عن إشي زائد إشي زائد إشي مش هيك رح احط الاكس قبله من هون رح يكون عندي هون ثلاث اشياء مجموعين مع بعض هون رح يجي عندي اكس اي بلس 1 اكس اي بلس 1 اوف تي وبعدين رح يجيني اشي من مين ومن مين من يو اللي هو الانبوت ورح يجيني اشي من واي هات اللي هو الاوتبوت فخلينا نحط هون رح يكون عندي هذا خلينا افترض انه هاي جاي من الاوتبوت بس نيجاتيف دكتور تمام نيجاتيف فنحطه هون النيجاتيف شو رايك نحط هون اي اي وهذا راح يكون واي هات اوف تي وراح يجي لي شيء من هون اللي هو يو اوف تي بي اي ماينس اي اي بي نوت مضبوط هيك بعدين راح يكمل اللي بعده اللي بعده راح يجي نفس الشيء هلا هون هاد راح يجي كمان هيك وهيك وهذا اكس اي راح يكون هذا اكس اي ماينس 1 اوف تي لحد ما اوصل اكس 1 هذا انتجريتر هذا راح يكون يو اوف تي مضروب في قيمه وهذا واي هات اوف تي مضروب في قيمه جاي بلس بلس ماشي كل فهم لاحظوا بالكنترولبل ما كان يدخل عندي شيء هون كان ايش يعمل؟ يطلع من هون كنت اخذ من البوينتس واطلع اوتبوتس مضبوط؟ اذا متذكرين الكنترولبل لو رسمته في سيجنال جراف مش بلوك دايجرام الكنترولبل كان يعمل شيء عندي هيك زي هيك واجمعهم كنت
كنت اخذ بيك اوف بوينت وشو كنت اعمل كمان هناك هيك وهيك 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 هذا ايش فهون كان عندي بس سيريز اوف ايش بالكنترولبل مجموعه ايش كان عندي بالنص هون انتجريترز بس وشو كنت اعمل عند كل نقطه اخذ منها اوتبوت واضربه في قيمه معينه واجمعه هناك هون العكس عندي شو صار عندي عم بيجيني هون عم بيجيني منهم خلينا نرسمها لو بدنا نرسمها بهذا الشكل رح نرسمها بهيك هذا كنترولبل اوبزرفبل عندي مجموعه انتجريترز ومن واي هات اوف تي ايش بيجي ومن يو اوف تي بيجي طبعا عندي هون واحد على اس واحد على اس بين كل هدول واحد على اس شايفين الاختلاف بين التنين شكلهم حلو هاي هذا هون هدول طالعين من هون الكنترولبل كانونيكال فورم فيش عندي غير انتجريترز ورا بعض ما في سامينج بوينتس بالنص بعمل بيك اوف هذا هون عندي سامينج بوينتس والسامينج بوينت كم بدخل عليها بدخل عليها الاكس اللي قبله وبدخل عليها شيء من واي اوف تي واي هات اوف تي وبدخل عليها شيء من يو اوف تي هون بيطلع منها شيء بروح للي بعده وبيطلع منها شيء بروح بياثر على يو بنجمع مع يو اوف تي وبيطلع منها شيء بنجمع وبياثر على واي اوف تي الاثنين نفسهم بقدر اطلع الاي والبي والسي والدي تبعت الكنترولبل والاوبزرفبل